يروح الامارات مره تانية بالتاكيد مع المعلق الاماراتي الشهير كابتن علي سعيد الكهربي. اهلا وسهلا كابتن علي. مساء الخير استاذ محمد، تحياتنا ليك ولكل شعب الامارات. ربنا يكرمك، الله يسلمك، وتحياتي للشعب المصري معك. عشان واخدينك بقى من وسط الشغل، توقعاتك لهذه المباراه الهامه، وقبل ما تروح فنيا شايف المباراه ازاي؟ والله طبعا اكيد انه ماتشات او مباريات الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك انا في اعتقادي مش دبلوماسيه، ولكن ما بتخضعش لمقاييس معينه. انا متابع، اعتقد اني قديم بدرب الزمالك والاهلي، وفي احيان كثيره بتكون ترشيحاتك المسبقه لفريق معين، ولكن انت عارف الديربي مش فقط في مصر، مش ديربي الزمالك والاهلي، ديربي في كل مكان في العالم عنده خصوصيته في نقاط معينه. ومجرد انه يكون ديربي الزمالك والاهلي يعتبر واحد من اهم 100 ديربي على مستوى العالم في كره القدم، انا اعتقد انه في كثير من الحوافز للفريقين. الصدفه فقط استاذ محمد انه اخر مباراه جمعت الفريقين كانت ايضا في السوبر، يعني تصور في السوبر. صحيح. وطبعا كان السوبر مؤجل، انتهى بصالح النادي الاهلي، المباراه كانت مثيره، ومواجهتهم الان في السوبر ايضا تعطي هذا الزخم المنتظر ان شاء الله تعالى. نحن سعيدين في دوله الامارات ان زياره ثالثه للاهلي والزمالك بعد 2015 و2017، وماتش بكره او بعد بكره عفوا راح يكون مش اقل من 40,000 متفرج في استاد نادي الجزيره، راح تشوفون ان شاء الله تستمتعون، راح يستمتع الوطن العربي في كلاسيكو العربي الحقيقي ان شاء الله تعالى. واحنا هنستمتع بيك، شايف ايه اهم الاوراق الفنيه في الفريقين؟ والله انا اعتقد انه الاستقرار هو النقطه المميزه تاريخيا في النادي الاهلي، في استقرار في النادي الاهلي طبعا، والسيد فايدر الرجل السويسري يعني اعطى 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 يعني انطباع جميل في النادي الاهلي، يعني ارقام النادي الاهلي مع السيد فايدر ارقام تبدو قياسيه للامانه. انا اعتقد ان جماعيه النادي الاهلي هي النقطه الرئيسيه. تمام. في كثير من لعيبه النادي الاهلي الاهداف تتوزع، يعني ليست حصره على 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 لعيبه معينين. زمان كان ممكن تقول انه حسام حسن او عماد متعب مثلا هم اللعيبه اللي ممكن يخوضوا الاضواء في ماتشات الاهلي والزمالك، مثلا اتكلم عن المهاجمين بشكل خاص، لكن حاليا يعني نشوف انه لعيبه خط الوسط هم اللي بيعملوا الفارق في في في, في كره القدم. تغيرت مع الزمن، لكن لا اكيد انه لاعب بقيمه عمرو السوريه عنده دور كبير جدا، اكيد انه لاعب عنده مكانه كبيره في الامارات بقيمه حسين الشحات، طبعا بعد تجربته الغنيه مع نادي العين. صحيح. اللاعب ايضا لما بيكون في يوم الجيد بيكون اضافه كبيره جدا. انا اعتقد انه مصادر الخطوره في النادي الاهلي منوعه. بالنسبه للزمالك لا شك ان فوزه بالسوبر الافريقي قبل ايام قليله فقط مع مدرب سبق وانه كان يعمل في النادي الاهلي، يتحدث عن الفرنسي طبعا كابيرون. انا اعتقد ايضا انه للامانه الزمالك كان ممتع جدا في مباراه الترجي الاخيره كاداء وكنتيجه. صحيح. وايضا كان منوع الخطوره. واعتقد ان اللاعب السابق للنادي الاهلي اللي هو اشرف بن شرقي تقريبا. صحيح. المغربي حاله ممتازه جدا على المستوى الفني. الحاله الجميله اللي يعيشها الزمالك وحالة الاستقرار الدائمة اللي يعيشها النادي الأهلي، هذا اللي يرفع من مستوى التفاؤل الكبير جدا بمباراة ربما أقول ربما وأتمنى أن تكون مباراة للتاريخ في تاريخ الديربي العظيم. طيب، هتنتهي المباراة بالأهداف ولا ضربات الجزاء؟ قانون السوبر المصري انها تنتهي، لو انتهت هنروح لضربات الجزاء مباشرة. شايف المباراة هتنتهي جوه الملعب بالأهداف ولا بضربات الجزاء؟ لا هو الاقرب انا اعتقادي انها تنتهي في 90 دقيقه يعني، لكن ايضا ما استبعد شخصيا انها تنتهي في ركلات الترجيح.
لكن انا شايف حاله الفريقين ان هي تنتهي في الدقيقه 90 او في الوقت الاصلي، لانه في حاله جيده للفريقين. ارضيه الملعب راح تكون ممتازه جدا، الملعب راح يكون بشكل جميل جدا، لانه اللون الابيض واللون الاحمر جمهور الفريقين الكبيرين راح يزين استاد محمد بن زايد. النقل التلفزيوني راح يكون بجوده عاليه جدا، و انا وبقيه الزملاء الاعزاء على مستوى التعليق وعلى مستوى التغطيه التلفزيونيه في شوق حقيقه استاذ محمد لمباراه منتظره ان شاء الله تعالى. نحن سعيدين كما ذكرت الامارات باستضافه جديده ايضا لخطبي كره القدم المصريه. متاكد ان احنا نستمتع بيك بكره، بس قبل ما تقفل مباشره، ليفربول ولا اتلتيكو؟ وشايف صلاح يعمل ايه النهارده؟ حلوه الضحكه دي. والله انا عاوز استمتع. انا عارف ان انت بتحب ابو صلاح قوي يعني زينا، وانتوا كلنا بنحب ابو صلاح. لكن ايضا تاريخيا ترى ديجو سيميوني مع اتلتيكو مدريد بيأثر الملعب صح. بتقولوا انتوا لغتكم المصريه حلوه. بيأثر الملعب صح، بيعرف. انا اعتقد ان هي مباراه، وان كنت اتمنى اكون غلطان، مش هتبقى ممتعه قوي، لانه اتلتيكو مدريد من النوع اللي بيخنق الكره، ما بيديهاش فرصه صحيح ان هي تلعب بالطريقه اللي بتريحها. انا بتكلم مصري شويه لاني بحبك. انا عارف يعني، واحده بنحبك. لكن لا شك انه طبعا ليفربول انا اعتقد انه مرشح للفوز في المباراه، بل اني اذهب لاكثر من ذلك، لانه هو الفريق الاوروبي الاكثر استقرارا. يكفي انه بلا خساره حتى الان في الدوري المصري. على ذكر صلاح يعيش فتره من التالق والاستمراريه اللي حقيقه يعني بتكون سعيد، لانه نحن كعرب استاذ محمد ما عندناش اللعيبه العرب اللي بيستمروا بنفس المستوى لفتره طويله. صحيح. الاستمراريه. الاستمرارية، نعم، انا بتكلم عن الاستمراريه. بالنسبه لي استمراريه صلاح حاجه مفرحه جدا الصراحه، لانه بيلعب في اصعب دوري في العالم، بيلعب في كل اسبوع في ضغوطات. طبعا انت بتلعب في ليفربول في المقام الاول، حاجه فعلا بتشرف العرب. طيب اخيرا اخر حاجه، الاهلي لو فاز بكره ان شاء رب العالمين، كل جماهير الاهلي هتتابعك، هتقول لهم ايه في النهايه؟ بكره مش دلوقتي، عشان يتابعوك بكره ويسمعوها من خلالنا، يبقى ربط ما بين هنا وما بين بكره. هو ما فيش معلق بيقول حاجه، بيجهز حاجه على اساس انه هتتقال بعد الماتش. طبعا انت عارف وانتوا سيد العارفين انه المعلق وليد اللحظه يعني. لكن اكيد انه في حاله فوز فريق من الفريقين بتكون في بتذكر طبعا بتتم تهنئه الفريق الفائز وجماهيره. عايز جمله لجماهير الاهلي، جمله. جمهور الاهلي، نقول ايه عن جمهور الاهلي؟ مثل كثير من العبارات يعني التاريخيه في 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 في, في, في عند النادي الاهلي، لكن والله انت فاجئتني، لانه انا طيب خلاص بكره نتابعك ان شاء الله. عاوز اتبع حاجه مثلا وليدة اللحظه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. والاهلي عودنا دائما على البطولات، وعودنا على الفوز، وعودنا على فرح جماهيره. الاهلي حاجه عظيمه جدا في كره القدم. وانا بشكرك، هقول لك ان لو الاهلي فاز بكره ان شاء الله وهيفوز، هتبقى الرقم 6 للاهلي في السوبر المصري مقابل مره للزمالك، يعني 6-1. اشكرك جدا. تحياتي للضيف الاستاذ محمد ايضا.